بكسبان لان المجال عندها ذهب، هل بجمع الذهب زائد الفلوس اللي معايا في البنوك او الفلوس اللي معايا في الشغل، لا هو زائد الفلوس كلها اطلع بس 2.5% ولا الذهب لوحده ضد عفوا عفوا عفوا، فلوس الزوجة، أموال الزوجة شبكة. لا هي الشبكة اللي أنا كنت مديها لها. طيب اصبر علي بس، ما عدتش من فوق يا أخي، اصبر علينا بس نتكلم، اصبر علينا نتكلم. الله يحفظك، الله يبارك فيكم. ذهب الزوجة الذي منه الشبكة هذا صداقها وملك لها، ليس تفضلا منك، هذا في العرف المصري صداق الزوجة يتمثل في الشبكة وفي المؤخر وفي العفش الذي ستأتي به، فهو ذهبها مالها، فإذا كان معها مال آخر سائل 1000، 2000، 3000 جنيهات، 100,000 تضاف للذهب لثمن الذهب، وإذا بلغ مجموعهما النصاب تخرج عليها الزكاة. أما مالك أنت مال مستقل، إذا بلغ مالك أنت استقلالا النصاب زكيت عليه، وإلا فلا زكاة عليه.